انا في الواقع باش نرجع بكم شويه لتاريخ، فما مشكله القوى الديمقراطيه ولا القوى التقدميه ولا القوى الحداثيه، باش نوسع الحلقه اكثر، ما تحبش تطرحها على نفسها. المشكله هذه باش تحط في نقطتين بين قوسين، النقطه هذه والنقطه الاخرى. ما تحبش تطرحها على نفسها، علاش؟ لانه محرجه شويه وتخلق لنا مشكله مع رواحنا كقوى ديمقراطيه. نحلم منذ امد بعيد دولة ديمقراطية وبلاد نعيش فيها في أفضل الظروف الممكنة إلى آخره. النقطة اللي نحب نثيرها في البداية هي قضية شنية طبيعة المرحلة اللي احنا فيها. إذا احنا في مرحلة نتاع انتقال ديمقراطي حقا، إذا الدراع منا ثورة حقا، في هذا باش يخدم البعض، على خاطر يمكن يظهر الموضوع غير قابل للإثارة، ولكن هو الموضوع المسكوت عليه. من 2011 توا، خاصة الناس اللي مارست العمل السياسي والنقابي والحقوقي واللي عندها ممارسة قبل 2011، اللي ما عندوش ممارسة ربما ما يفهمنيش برشا. الإشكال اللي واقعين فيه احنا توا هو أنه احنا ماناش عارفين طبيعة المرحلة باش نحددوا لها المهام المطلوبة. احنا نعتقدوا اللي احنا توا في صراع من أجل بناء نظام ديمقراطي في ظروف عديدة. سؤال يجب أن تطرح حقيقة اليوم هو هل نحن حقا في مسار ديمقراطي؟ وهل أن الصراع هو حقا صراع من أجل بناء منظومة ديمقراطية في البلاد؟ وشنو هي طبيعة التوازنات السياسية الموجودة في البلاد؟ وهل بالإمكان أو هل بإمكان القوى الديمقراطية والحداثية، ونأكد على الحداثية أكثر حتى من الديمقراطية، هل بإمكانها أن تقلب موازين القوى صراحة في السنة القادمة؟ في ظل وجود طرف سياسي مقابل تحدثناش عليه، ما سمعتش اسمه حتى توا، وهو اللي حاضر غايب معنا، هو طرف الاخوان المسلمين. ما نحبش نسميهم تسميه اخرى، لان يعني التسميه الاخرى فيها برشا مغالطه. الطرف هذا هو طرف استغل ظرفيه عالميه، استغل واقع داخلي. انا من الناس اللي نعتقد ان فما تناقض داخلي كان ينجم يؤدي الثوره في تونس في 2011، ولكن هناك عوامل خارجية دخلت مع التناقضات الداخلية وخلتنا نتوهموا اللي احنا فعلا قمنا بثورة بالمعنى التام للكلمة. صحيح فما عدة جوانب ثورية كانت موجودة في سنوات 10 و11 و12، وربما كبرت فينا الحلم باش نعتقدوا اللي احنا حققنا حاجة. هذا صحيح ويمكن البناء عليه، مش ممنوع باش نفكروا نبنيوا عليه، ومش ممنوع باش المسار اللي احنا فيه توا نحولوه الى مسار فعلا تاع بناء ديمقراطي. ولكن لازم ما ننساوش، وعمرنا ما ننساو، اللي فما اطراف اخرى لا تؤمن بالديمقراطيه ولا هي مستعده باش تقدم حتى تنازل، ولا هي مستعده باش تقبل اي تغيير في حتى مجال بما في ذلك القانون الانتخابي. وحتى كان باش تغير القانون الانتخابي باش تغير لصالحها. والقضية، وسيسمحوني بعض الأصدقاء اللي دخلوا في قضية الكفاءة، أنا بصراحة ما منش برشا بقضية الكفاءة، مع الاعتذار للأصدقاء. علاش؟ لأن المشكلة اليوم مش الكفاءة، البلاد مليانة بالكفاءات، ولكن كفاءات انتهازية. كفاءات جاهزة باش تبيع جلدها للشيطان من أجل أن تحقق موقع. وعندكم الدليل القاطع هو البرلمان. البرلمان كانت فيه أقلية ضئيلة نظيفة بالمعنى السياسي، وفيها أغلبية ساحقة ساقطة بالمعنى الأخلاقي والسياسي، ساقطة بالمعنى الوطني، ساقطة بكل المعاني. ويظهر لي المجلس التأسيسي كان أفضل إلى حد كبير مقارنة بما يسمى مجلس نواب الشعب الآن، اللي ما فيه كان ناس متهافتة مستعدة تبيع جلدها وضميرها وباعته ضميرها من أجل أن تحقق مكاسب شخصية. النداء وقت يطلع النداء قلنا فيه كل الكفاءات، ومش قضية فوت يوتيل، أنا واحد من الناس سميته فوت نيسيسيتي، انتخاب ضرورة. وأنا أفي با لو شوا أون 2014، برشا يتحطوا على أنه في 2014 إما تمشي هكا ولا هكا، لا مش صحيح. في 2014 يعني بعد هاك الهم الكبير اللي شفناه في 12 و13 والاغتيالات وكل اللي تعرفوه الكل، كان من الضروري أنه تتبنى قوة وتتبنى جبهة كبيرة. ونحب هنا نصحح حاجة، لانه فما مجهود شعبي تاع قوى تقدميه وديمقراطيه تسرق منا زاد. مش صحيح اللي الباجي هو اللي كوي، مع احترامي للشخص كشخص، ما نحترموش سياسيا لانه غادر وخان، لكن على مستوى
مشات البعض وباتت ليالي إلى آخره، كانت قوى مهمومة بالوطن كما قال البعض، كانت قوى عندها رغبة في أنها تبني. جاءوا هما ركبوا على الحدث هذا، سيطروا عليه، سيروه، خاطر عندنا أزمة نتاع قيادة هو. ودائر من بين المشاكل اللي عندنا في 2011 أن القوات التقدمية ما عندهاش قيادات، قوات التقدم والقوات الديمقراطية بشكل عام. المصيبة أننا إلى اليوم لا نمتلك قيادات قادرة أن تجمع القوات التقدمية، وهذا هو السؤال اللي لازم نطرحه توا. لأنه حتى كي تجمع راهو ما عندكش قيادة يسرق منك الجهد. تمشي أنت في الدنيا تبني 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 تبني، ويجيك واحد يعمل لك توافق. سامحني سي الحبيب باش نختلف معك في نقطة. يعمل توافق لا في النقطة هذه بالذات، في نقطة محورية، وسامحوني إذا طولت شوية. ونتفقوا أي مسائل مش مشكلة، احنا نحبوا نخرجوا بحاجة، نحبوا نعملوا بنية صحيحة في المستقبل. وأنا أثرت طبيعة مرحلة باش ما نبنيوش على أساس خايف. أساس خايف، احنا عندنا اعتقاد لأن عملنا حاجة. صحيح بذلنا جهود وانخرطنا وشاركنا وقطعنا حوايجنا وصواتنا ومشينا وجينا في الشوارع وكلانا لاكريموجان، ولكن هذا كله مش كافي. خاصة بالنسبة اللي ناضت قبل 2011 يعرف وش معناه الثمن هذا. أما بعد أن الجهد هذا الكل تعطى الناس يلعبوا به ويمارسوا به مزايدات سياسية، صحيح في البرلمان الإخراني فما عدد النداءيين معناها ماهوش أكبر برشا من عدد جماعة النهضة، هذا نعرفوه الناس الكل، ولكن أنت تم انتخابك على أساس أنك تلعب اللعبة إلى النهاية. وهنا نحب نثير نقطة وسامحوني مرة أخرى إذا طولت. النقطة هي التالية، احنا ولدنا الربيع العربي هذا اللي بين ظفرين اللي يسمى ربيع عربي، راهي لعبة معروفة ما عندها حتى علاقة بأنه تبني الديمقراطية في البلدان العربية. الإشكال وين؟ الإشكال وين؟ الإشكال هو أنه وقت اللي أنت تبني توافق على أساس أنك باش توفر فرصة القوى لا ديمقراطية، قوى فاشية، فاشية دينية هذه، فاشية دينية هذه يستحيل، والإخوان المسلمين تاريخهم معروف ما ينجموش يوليو أبداً قوى ديمقراطية. اللي ما حسمش في هذا يراجع نفسه شوية. وتوا يلعبوا لنا في لعبة التوافق وما التوافق. هما في بلدان أخرى صحيح فما عشرات آلاف القتلى، ولكن احنا خسرنا سنوات وأعطيناهم فرصة وأعطيناهم نوع من التأهيل عند الناس، عند الناس ولا يقولوا إيه الناس هذوما ينجموا يكونوا ديمقراطيين، ولا يحكيونا على الإسلام الديمقراطي. كي تسألوا شنو هو الإسلام الديمقراطي؟ يجيك في قضايا كما القوانين المتعلقة بال 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 المساواة والحريات الفردية إلى آخره، يقول لك لا هذا ما عادش. إيه وين أنت ديمقراطي ولا ماكش ديمقراطي؟ الديمقراطية تتبنى على الحريات الفردية أساسا. لهذا أصدقائي ورفاقي، أنا أعتقد أنه مطروح اليوم علينا كقوى ديمقراطية وتقدمية، أولاً أنه نلوجوا على حاجة عامة جداً باش تربط بيناتنا، ما نلوجوش على التفاصيل، ما كانش ما نجموش نتلموا. ثانياً لابد من التفكير في معناها بلورة قيادة اللي نثقوا فيها واللي تنجم تمشينا بعيد. العملية مش سهلة بكل، مش سهلة بكل، خاصة في ظل قصر الوقت، أما هذا هو المطلوب اليوم. ويلزم نفهموا اللي احنا عندنا طرف مقابل مستعد، مستعد يفعل المستحيل باش ما يخليناش نوصلوا. يكفي نقول لكم الجملة التالية اللي قاعدة تتكرر المدة هذه في كل مكان، في كل مكان. إذا احنا تبعدونا مستعدين نحرقوا البلاد، ما معنى هذا الكلام؟ شو يحب يقول الكلام هذا اللي نشوفه في كل مكان؟ يحب يقول أنه ما نجموش نتعداه احنا بالوسائل الديمقراطية إلا في ظروف خاصة للغاية. هذا ما يمنعش من أنه احنا باش نتعداه بالطرق الديمقراطية بشرط نتجمعوا وبشرط نتلموا وبشرط نتجاوز التناقضات. لأنه مشكلته باش نختم بهذا، مشكلة القوى الديمقراطية هو كثرة انقساماتها جملة وفاصل وفعل يحولنا إلى شتات ما نجموش نعملوا حتى شيء تجاه طرف. الميزة نتاعو الأساسية هو أنه متكتل ومتراس ومنضبط انضباط نتاع تنظيمات معناها نتاع جريمة منظمة، مش حتى يعني اللي يخرج بثوب. شكرا لكم والعافية.